مساء الخير يا حضرات، أهلا وسهلا بكم في قناة أبو كيرو للهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة إزاي تخرج طاقة كهربائية من 12 فولت إلى 220 فولت. المرة اللي فاتت عملناها بالحجارة بتاعت اللابتوب، المرة دي طورناها وعملناها للأحسن، هنعملها ببطارية المستكل عشان الفترة بتاعتها أطول، تقعد معاك مثلا الليل كله، انت تشتغل 12 ساعة معاه ما توقفش. في حالة انقطاع الكهرباء، انقطاع الكهرباء يعني ايه؟ تستخدمها كإنارة، تشحن عليها الموبايلات، تشغل عليها الكمبيوتر، حاجات خفيفة، مش ما تشغلش مكيف ولا حاجة تاني عايزة جهد أكبر. طبعا البطارية هتشحنها بالجهاز ده كده، ده موجود على سوق قم. لو انت عايز تشتريه هتركبه، اهم حاجة تركب الزائد في الزائد والسالب في السالب، تركبهم صح، الموجب والسالب كده. هي مشحونة كده على الاخر اهي، لو فصلناها مثلا جينا نشغل، هي مشحونة، انا شحنتها، فخليكم معانا خطوة خطوة كده، هنشوف مع بعض. اول خطوة يا حضرات، هنجيب 3 لمبات كده، هنجيب فيشة زي دي برضي، هنجيب سلك ونوصل على كل 2 مع بعض على طول. ماشي، خليكم معانا كده خطوة خطوة، يعني السلكتين دول، السلك كل سلكتين مع، المهم كل سلكة مع واحدة مع التانية، لحد ما يخرج معاك طرفين على التوالي. طبعا يا حضرات، بعد ما انتهينا من التوصيل بالشكل ده زي ما شايفين قدام حضراتكم، هنثبتهم على اللوحة. هنجيب محول الزنون اللي هو ده، وهنثبته برضه على اللوحة. طبعا ده الخروج وده الدخول. عايز كل حاجة تبقى باينة قدام حضراتكم. ده الخروج بتاعه اهو، ده الخروج وده الدخول. طبعا مهم جدا في الدخول انك تخلي الموجب مع الموجب والسالب مع السالب.
طبعا انت هتوصلها في الشقة، مش بالشكل ده طبعا، انت هتوصلها على خط الكهرباء بتاع الشقة. هنركب اللمض الاول، اللمضة دي 15 واط، دول 3 ايه 45 واط. كده هنجيب البطارية بتاعة الموتوسيكل وهنملها وهنوصلها. كده كل حاجة باينة قدام حضراتكم. أول حاجة طبعا الأحمر ده الموجب، توصله في الموجب. طبعا دي كهرباء 12 فولت، مش هتأثر عليك، تربطه مظبوط بالشكل ده. وده السالب برضه ايه، تربطه مظبوط بالشكل ده. طبعا دي بيقي فيها كهربا 220، الفيشة دي هنركبها ايه هنا عشان ننور الإضاءة زي ما شايفين قدام حضراتكم. تقدر تشغلها 12 ساعة بدون توقف، تستغلها في البيت يعني في الإضاءة، في لما الكهرباء تقطع تستغلها، مثلا تشحن بها الموبايلات، تستغلها في حاجات كتير. فالعجب الفيلم، يا ريت تدوس لايك ويعمل اشتراك للقناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد. كان معكم أبو كيرو للهندسة والابتكارات.